متابعينا الكرام، نبدأ بجولة جديدة، نبدأ بمنافسة جديدة، نبدأ بتحدي آخر يحمل انطلاقات سن آخر وهو سن الإذاع. وعلى بركة الله أعلنت الانطلاقة لأول الأشواط في هذه الأمسية والخاصة بسن الإذاع بانطلاق الشوط الخاص بالإبكار المحليات الأصايل لمسافة 5 كيلومترات في هذا الاندفاع القوي والمثير لهذه الأسماء العملاقة والقوية. نذهب إلى المقدمة، نتابع المراكز الأولى، نتابع البداية ونذهب إلى انطلاقة التحدي. وهناك في المركز الأول الراعبية تقود الصدارة لهجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي. في المركز الثاني العبور، في المركز الثاني أيضا بشعار هجن العاصفة وقيادة غياث الهلالي، بينما المركز الثالث تظهر هنا هجن زعبيل مع حشيمه وقيادة راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد. أما المركز الرابع فالدخول القادم بقوة بوجود الحقة لهجن الرئاسة وقيادة محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. هنا في المركز الخامس نذهب إلى جبارة بشعار هجن الرئاسة وعلي بن يميل الوهيبي، ما شاء الله يقدم أسماءه المميزة في هذا الشوط وفي كل الأشواط. المركز السادس مباشرة، المركز السادس سلهود في المركز السادس لهجن الرئاسة ومحمد بن عتيج بن زيتون المهيري، بينما في المركز السابع تدخلت في هذه اللحظة هي الحذرة لهجن الرئاسة وقيادة أحمد بن مطر بن مايد الخيلي، بينما هنا في المركز الثامن هذه الشكلة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع سعيد بن محمد بن سعيد بن مروشد. وفي المركز التاسع تتدخل الوثبة لهجن الرئاسة وقيادة أحمد بن مطر بن مايد الخيلي. وهناك على المركز العاشر انطلاقة الظبي لهجن الرئاسة وعلي بن يميل الوهيبي. هذه الأسماء، هذه المنافسة، هذه الإثارة على أرضية هذا الميدان، ما شاء الله وتبارك الله. منتصف المسافة، منتصف المسافة، 3 كيلومترات، الأداء الرائع والجميل الذي انطلقت به هذه الهجن تحمل القوة والتحديات، تحمل المنافسة، تحمل التضمير المتميز الذي انطلقت به هنا تسير تباعا. نعود إلى المقدمة، نعود لنتابع المراكز الأولى، التغييرات إن وجدت، التحركات إن كانت هنا من خلال هذه اللحظات. والحقة على المركز الأول لهجن الرئاسة وقيادة محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، بينما في المركز الثاني في لحظة أيضا شعار هجن زعبيل يتواجد مع حشيم وراشد بن محمد بن سعيد بن مروشد أيضا بهذا الأداء الممتاز، بينما في المركز الثالث يتدخل أيضا التحدي والقادم بقوة أيضا في التنافس، ما شاء الله وجود هجن العاصفة في التحديات والانطلاقة القادمة في هذا المسار. الله الله الله، الراعبية، الراعبية في المركز الثالث لهجن العاصفة وقيادة غياث الهلالي. وفي المركز الرابع تصل الشكل لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع سعيد محمد بن سعيد بن مروشد. وفي المركز الخامس ما شاء الله وتبارك الله العبور، العبور، العبور والعاصفة مع العبور والتسلل. في المركز السادس في هذا التدخل لوجود سلهودة لهجن الرئاسة ومحمد بن عتيج بن زيتون المهيري، ما شاء الله تغييرات في المراكز، تبديلات في هذه الانطلاقة، تحديات في هذا الشوط المثير، ما شاء الله. إذن هنا العودة والسداسية التي تقودها كوكبة هذه الهجن المتميزة، ما شاء الله ما شاء الله. تقدمت إلى المركز الأول، الشكلة الشكلة الشكل مع المركز الأول والبداية الأولى لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم السعيد بن محمد بن مروشد. ولكن نتابع أيضا تغييرا آخر، تغييرا آخر بوجود سلهودة لهجن الرئاسة وأيضا محمد بن عتيج
نسيج بن زيتون المهيري، الكل يتسابق، الكل ينتظر لحظة الانقضاض على المراكز الأولى، ما شاء الله وتبارك الله. إذا ننطلق مع المقدمة، نتابع هذه الانطلاقات، نتابع هذه اللحظات، نصل للوحة التي نعطيها أيضا إشارة الإعلان النهائي من خلال الوصول. 1200 ما تبقى من نهاية هذا الشوط المثير. يا سلام يا سلام يا سلام، المقدمة ولا تزال على المركز الأول بسيطرة الأداء. الشكلة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع سعيد بن محمد بن مروشد في المقدمة وفي البداية الأولى، ولكن على الجانب الآخر نتابع التواجد الذي تعلنه انطلاقة لحظات الاندفاع. يا سلام سلهودة لهجن الرئاسة ومحمد بن عتيج بن زيتون المهيري أيضا في المنافسة، وهجن زعبيل قادمة، هجن زعبيل حشيمة وهي حشيمة، هجن زعبيل قادمة مع حشيمة وراشد محمد بن سعيد بن مروشد أيضا في التنافس القوي والمثير. الله 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 الله، هنا الصدارة، هنا الصدارة، قافلة قادمة تحمل الشعار الأحمر أيضا في هذه التحديات وفي هذه الانطلاقات. وصلت 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 الحذرة لهجن الرئاسة، وأحمد بن مطر بن مايد الخيلي ينتظر لحظته المناسبة للوصول إلى الصدارة، للانطلاق إلى الصدارة. صمود في المقدمة، صمود في المقدمة، صمود من الشكلة، الشكلة الشكلة على المركز الأول، تبقى دائما في هذه الإثارة والتحديات وال انطلاقات. ما شاء الله ما شاء الله وتبارك الله، الشكله وهي الشكله لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم هي التي تنطلق الى المراكز الاولى. سعيد محمد بن سعيد بن مروشد في الحفاظ على المقدمه والصداره. تهانينا والناموس الى الشعار الازرق المتميز، دائما تهانينا ابو راشد، تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، وشكرا. هناك المتعب ايضا محمد بن سعيد بن مروشد المركز الثاني، الحذر لهجن الرئاسة المركز الثالث، حشيمة لهجن زعبيل المركز الرابع، أيضا لهجن رئاسة والمركز الخامس. كانت هناك ولع لهجن العاصفة. الله 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 الله. نعود إلى التوقيت الزمني، نعود إلى التنافس. ما شاء الله وتبارك الله، أثبتت أنها نوعية متميزة كالعادة. هنا الانطلاق 7 دقائق 33 ثانية وأربعة من الأجزاء من الثاني. تهانينا والناموس لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، تهانينا سعيد بن محمد بن سعيد بن مروشد أيضا في هذا الأداء المتميز. ما شاء الله، المركز الثاني ذهب إلى الحذر في المركز الثاني، تهانينا لهجن رئاسة، تهانينا أحمد بن مطر بن مايد الخيالي. شكرا يا فيلسوف الأصالة، ما شاء الله، والأمتار الأخيرة بهذا الأداء المتميز. أما المركز الثالث، حشيمة كانت في المركز الثالث لهجن زعبيل، تهانينا والناموس، تهانينا أيضا لمحمد راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد أيضا في هذا الأداء الممتاز، وتقديم أيضا 7 دقائق 37 ثانية بالوفاء والتمام والكمال. تهانينا والناموس، ولا تزال الإثارة متواجدة في أرضية هذا الميدان. بسم الله.